السلام عليكم. اليوم ما راح نتكلم عن الألعاب ولا راح نلعب أي لعبة. اليوم موضوع مختلف، أدري أنه أنا قناتي عن الألعاب، بس أني حبيت أفيد ناس كثير، لأن كثير يجون يسألوني كيف تبثين، إيش تحتاجين، إيش الأشياء اللي تسوينها عشان تبثين. فحبيت أني أشرح لكم بكم فيديو إيش تحتاجون وإيش ما تحتاجون والأساسيات، بس لأن أنا أساساً لسه ما عندي الخبرة الكافية أصلاً أني أقول لكم إيش الصح وإيش الغلط، إيش الأشياء اللي تحتاجونها الأكيد، ولسه أنا في أشياء كثير أحتاج أني أتعلمها، لسه ما صرت بروفيشنال في الموضوع. بس لأني دخلت اليوتيوب وكل الموجود إنجليزي وفي ناس ما عندهم لغة، فحبيت أني أسويه بالعربي لأن ما أشوف أنه في أحد شرح. إذا في أنا أم سوري ما أدري، بس بحثت ما لقيت في أحد شارح عن الموضوع بشكل مفصل. وفي كثير لما اقول في سناب شات اني حابه اني حبث يسالوني ايش تويتش، لذلك راح اشرح لكم اليوم ايش هو تويتش. اول شيء تويتش هو عباره عن موقع زي اليوتيوب، لكن ما تنزل فيه فيديوهات، ما تنزل فيه صور، ما تنزل فيه شيء، هو موقع للبثوث. تدخل البرنامج اللي تبي تبث منه، تجهز كل شيء، تضغط على زر اللايف وبس، هو كذا. طبعا هو أكثر شيء يركز على الفيديو جيمز، غير عن اليوتيوب. طبعا في أشياء ثانية، في اللي هو إن ريل لايف أتوقع اسمه زي كذا، اللي هو الناس تبث ويسولفون يتفرجون يأكلون، بس إنهم يسولفون مع الشات. في اللي هو الاي اس ام ار، إذا تعرفون الاي اس ام ار اللي هو الويسبرينج، الهمس اللي يتكلمون بشويش زي كذا. وفي ناس تعزف، في ناس تغني، لكن أساسه اللي هو الفيديو جيمز. كل الناس تدخل هنا عشان الفيديو جيمز. ايش الفرق بين اليوتيوب وتويتش؟ ليش الناس تبث، ليش اغلب الجيمرز يبثون في تويتش اذا مو كلهم يعني؟ طبعا كعدد الفيورز طبعا ما في مقارنة، في اليوتيوب اكثر من تويتش، بس تويتش لان الكوميونتي حقه هو جيمرز، يعني كل الناس اللي داخلين تويتش يدورون عن الالعاب، يدورون عن لعبة معينة. مثلا يعني في شخص يبغى يتفرج على فورتنايت يدخل تويتش عشان فورتنايت، يعني ما نعرف كيف اشرح لكم، ان شاء الله تكونون فهمتوني. بس انه في اليوتيوب اذا بثيت في اليوتيوب، اليوتيوب مكان يعني مفتوح، كل العالم موجود، صغير كبير كل الاعمار، فاي شخص يقدر يدخل بثك سواء مهتم باللي انت قاعد تقدمه او لا. ناس اصلا ما هم عارفين ايش الالعاب برضو يقدرون يدخلون بثك. اما تويتش ما في زي كذا، كل الموجودين جيمرز، لذلك اغلب اليوتيوبرز اللي قناتهم مخصصه عن الالعاب يحبون يجون، لان الكوميونتي كلنا عندنا نفس الاهتمامات. يعني انا ببث وانا عارفه انه كل اللي جايين البث حابين اللعبه، ما هم جايين لقافه انه ايش قاعده تسوي. المهم اتمنى تكون وصلت لكم الفكره. هذا هو تويتش، اوكي. هذه الصفحه حقتي، طبعا تسجلون دخول وكل شيء. البث ما راح يكون عن طريق تويتش، ما راح يكون عن طريق هذا الموقع، في برامج كثير تبثون منها. لو نجي هنا الداشبورد، اوكي طيب، هذه الداشبورد طبعا اللي هو هنا اللايف تشوفون فيه كل شيء. هنا التايتل، العنوان حق البث، هنا اللي جو لايف نوتيفيكيشن، لما الناس اللي مسوين لك فولو لما تصير لايف يطلع لهم هنا نوتيفيكيشن انه فلان لايف، ايش تبي تكتب؟ طبعا انا كاتبه مياو. يعني عادي تكتب اللي تبغى. هنا التاجز تحط العربيه عشان الناس من برا لما يروحون هنا البراوز. في الفلتر، هنا الفلتر الناس تحط، كل واحد يختار يبغى يبحث عن ايش. اغلب الناس طبعا العرب، اغلب نبحث عن العربيه، فهذا يساعد الناس انهم يلاقونك، اوكي. خلينا نشوف هنا لما نروح للأم، وينه ضيعت؟ ستريمينج تولز، أوكي. هذه البرامج كلها اللي تقدرون تبثون منها، أوكي، كلها. وأسهلها اللي أنا أستخدمه صراحة اللي هو ستريم لابس. هذا أسهل برنامج ممكن أنكم تبثون من خلاله. لكم الحرية أنكم تختارون أي شيء، كلها فري، ما في شيء بفلوس، كله فري. اغلب الناس يستخدمون اللي هو الـ OBS هذا وستريم لابس.
وفي ناس بعد يقولون هذا الشيء جدا كويس، يعني تقدرون تستخدمون اللي تبون. انا راح اعلمكم ان شاء الله على الستريم لابس كيف تستخدمونه، بس مو في هذا الفيديو عشان ما يكون طويل. طبعا الاشياء اللي تحتاجونها عشان تبدون بث، كام مايك، إضاءة، وإذا كنتوا تبثون من البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أي كونسل تحتاجون قطعة اسمها الجاتو. الكام والمايك، طبعا الكام ما هو شيء إجباري، المايك شيء إجباري، لأن لو كنتوا تبثون صراحة من مايك السماعة الصوت يطلع جدا سيء. أوكي، هذا أول شيء. ثاني شيء، هذا المايك أفضل الرخيص يسمونه. هذا المايك اللي هو اسمه بلو ييتي، جدا كويس. اغلب الستريمرز يستخدمونه في البدايه، هو هذا الكام لوجيتك، لانهم رخيصين وكويسين في البدايه. عاد بعدين ان شاء الله الواحد يعني يسوي ابجريد للاغراض اللي عنده. الكاميرا اوكي، صح انها يعني ويب كام، لكن الإضاءة هي أهم شيء. أنا غير راضية أبداً عن إضاءتي صراحة، إن شاء الله راح أجيب إضاءات زيادة، بس الإضاءة حرفياً الإضاءة تغير من التصوير مرة. يعني الإضاءة ممكن تخلي الكام تبان كأنها كاميرا احترافية ما كأنها ويب كام. لكن الكاميرا هذه أنا أنصح فيها صراحة، جداً كويسة. إذا عندكم يعني فلوس زيادة اشتروا كاميرا يعني أحسن من هذه ما في أي مشكلة، لكن كبداية أنا أنصح أنكم تأخذون الأشياء الكويسة الرخيصة. يعني هذه الأشياء هي كويسة، وراح أحط لكم الروابط بصندوق الوصف تحت، روابط الأغراض. أنا شريتها من souq.com، لكن موجودة بأمازون، موجودة بمواقع كثير. راح أحط لكم أنا الروابط بأمازون وإن شاء الله تستفيدون. أوكي، طبعا لما تبدون بث أول شيء راح يكون لما تدخلون هنا على البروفايل حقكم، أوكي، تضغطون على الاسم هنا، في شيء اسمه داشبورد. تدخلون على الداشبورد هنا في شيء اسمه achievements. هذه achievements زي التشالنجات، زي التحديات، زي يعني شيء تويتش يبغونكم تسوونه عشان يعطوكم شيء. في البداية راح يقولون لكم تحصلون على تقريبا 50 followers، تبثون لمدة أتوقع 7 أيام مختلفة، وعدد المشاهدات ما ينزل عن 3 لمدة شهر أتوقع أو أسبوع، والله ما أتذكر. هذه الطلبات جدا بسيطة صراحة. ليش يطلبون منكم هذه؟ إذا سويتوها تقدمون أبليكيشن. هذا الأبليكيشن راح يعطيكم زر السبسكرايب. هذا زر السبسكرايب هو عبارة عن دعم. هذا زر السبسكرايب مو زي اليوتيوب، زر السبسكرايب يكون بفلوس. خليني أوريكم، يعني مثلا ندخل على هذه الإنسانة الجميلة هنا تشوفون زر السب، يكون في 3 أنواع، في $5 وفي ب14 وفي ب29، على حسب انت حاب تدعم الستريمر باي مبلغ. طبعا في فوائد للي راح يشتركون عندك، في ايموتس اللي هي زي كذا تكون، بس هذه لا، هذه للبارتنر، يعطونك 3 ايموتات انك تسويها، واذا اشتركوا عندك يصير ما في اعلانات. وفي في الجيفاويز وفي الاشياء هذه يكون لهم افضليه اللي هم السبسكرايبرز. طبعا في الفولو وفي السب، الفولو يكون فري والسب يكون بفلوس. السب ما هو اجباري، لكن اللي حاب يدعمك راح يشترك عندك. في طرق دعم كثير، في منها اللي هي التشيرز والسب والدعم المباشر اللي هو الدونيشن. واهم شيء، اهم شيء انا حابه اقوله، اللي حاب يدخل تويتش، طبعا هو صراحه اهم شيء يكون للمتعه، وانك انت حاب تقدم هذا الشيء. صراحه جدا ممتع، جدا احساس حلو لما تبث وتشوف انه في ناس ينتظرونك متى تبث، في ناس تسولف معاك، في ناس تنبسط اول ما تشوفك تبث ويجون على طول يسولفون، شيء جدا حلو. واهم شيء انه لما تشوفون احد يكتب في الشات تردون تتفاعلون. في البداية اوكي صح ممكن يكون ما في احد، ممكن يكون ما في احد يكتب، بس انه هذا ما هو شيء يخليك تكنسل الموضوع، لا بالعكس. اوكي في البداية انا يوم بديت ابث للامانة كانوا يجوني 3-4 بس، وكانوا يكتبون وما يقعدون عادي، مو مشكلة، لاني في البداية كنت استحي، فاني كنت اتضايق انه ليش طيب ما في احد ليش، بعدين عرفت انه لا يعني عادي، ايش ما في، توني في البداية.
مع الوقت الحين الحمد لله في ناس صرت تستناني متى أبث، في ناس تجي تقول لي يلا بثي، أول ما بث في ناس تجي على طول أهلا أخيرا. يعني أهم شيء أهم شيء أهم شيء إنك تكون صبور، وأهم شيء إنك تسولف مع الشات. ما تشوف أحد كاتب مثلا السلام عليكم ترد وعليكم السلام وخلاص، لا، وعليكم السلام أهلا كيف الحال. يعني حلو إنه يكون في تحس في صلة بينك وبين الشات، تحسون انكم تعرفون بعض، سولف، تكلم عن يومك، تكلم عن مواقف صارت لك، خليهم هم يسولفون كمان، افتحوا مواضيع. يعني لا تخلي التركيز كله على اللعب، انه انت داخل تويتش تبث بس عشان هم يجون يتفرجون على اللعبة. لا، اللي داخلين تويتش ما هم جايين يتفرجون على اللعبة، في مليون الف شخص غيرك يبث نفس اللعبة، صح ولا لا؟ فلذلك خلي الكاريزما شخصيتك تكون جدا حلوة وتشد المتابع انه يجلس عندك. اذا في ناس كثير جو وطلعوا وما استمروا عندك هذا شيء عادي، في غيرهم حيجي ان شاء الله. وكل مرة اكتشف ايش الشيء اللي ناقص. انا صراحة كنت اتفرج على ستريمرز مرة كثير وكنت اشوف ايش الاشياء اللي يسوونها وانه احس انها في شخصيتي واسوي زيهم عادي. ترى ما هو عيب انك تتعلم من ناس اكبر منك، يعني اتثقفوا شوي، ادخلوا اتفرجوا على الناس ايش يسوون، الستريمرز الكبار ايش يسوون، كيف اسلوبهم، كيف. بس هم اكيد اذا ما كانوا يقرون الشات هذا غير، لان الشات حقهم سريع ما في، يعني ما يقدرون يركزون فيه. لكن اهم شيء في تويتش، اهم شيء انك تسولف مع الشات. لان انا حرفيا لما ادخل على ستريم احد واكتب في الشات وما يرد علي، مستحيل أقعد. No way. أنا أبغى سولف، أبغى أحد يسولف. السلام عليكم متابعي وزوار قناة دايفرس العيد، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دمتم بخير.